بسم الله، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرتنا النهاردة. قلنا في المحاضرة في الجزء الأول احنا هنتكلم عن ثلاث أمثلة تخص الببلوغرافيات العامة التي ألفها لنا علماءنا العرب والمسلمين، وهما كتاب الفارس لابن النديم كشف الظنون لحاج خليفة، ومفتاح السعادة لطاش زادة. كلمنا عن المثال الاول او الببلوغرافيا العامة الاولى اللي هي الفهرست لابن النديم، وقلنا ان ابن النديم او قلنا ان الفهرست ده بيعد من اهم الببلوغرافيات اللي تركها لنا علماءنا العرب والمسلمين، وذلك لضخامة المادة العلمية او الكتب اللي تم حصرها في هذه الببلوغرافيا، واللي وصلت لحوالي 8360 كتاب ل 2238 مؤلف. قلنا ان الكتاب الفارس حظى بإعادة طباعته وتحقيقه في الكثير من الدول، اهم طبعة له كانت الطبعة اللي صدرت عن مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي بلندن، واللي حققها الدكتور ايمن فؤاد السيد. هنكمل حديثنا عن كتاب الفهرست لابن النديم، اللي هو كان ابن النديم قال ان الهدف من تأليف هذا الكتاب هو حصر الكتب التي ألفها العلماء العربي والعجم في كل فروع المعرفة البشرية، ولكن التي كتبت فقط باللغة العربية لغاية سنة 377 هجرية. كتاب الفهرست لابن النديم، هذا الكتاب كان بيضم 10 مقالات في مختلف الفنون والعلوم او في مختلف فنون العلم والادب. 10 مقالات، يعني اقول مثلا ايه 10 ابواب، 10 فصول مثلا. وهي المقالة الاولى او الفصل الاول او الباب الاول كان في اللغات والكتب المقدسة وعلوم القرآن الكريم، يعني جاء في الفصل ده او في المقال ده حصر كل الكتب اللي ألفها علماء العرب والعجم باللغة العربية في موضوع اللغات او موضوع العلوم الدينية او موضوع القرآن الكريم. المقال الثاني حصر في كل الكتب اللي ألفها علماء العرب والعجم باللغة العربية لغاية سنة 377 هجريا طبعا في موضوع او في علم اللغو اللغة والنحو. المقالة الثالثة كانت الكتب اللي ألفها علماءنا العرب والعلماء العربي والعجم لغاية سنة 377 في الأخبار والأنساب، ثم في الشعر، ثم في علم الكلام، ثم في الحديث والفقه، ثم في الفلسفة، ثم في الخرافات والأساطير، ثم في الاعتقادات والمذاهب الغريبة والمتطرفة، ثم في الكيمياء أو الصنعة، هم كانوا بيسموا الكيمياء صنعة، يعني كانت من ضمن الصناعات، في الكيمياء أو الصنعة أو الكيمياء والحرف. يبقى هنلاقي لو بصينا العشر مقالات دول اللي هم بمثابة 10 أبواب أو بعشر فصول، وجوه كل مقال أو جوه كل باب أو جوه كل فصل حط كل أسماء الكتب أو معلومات عن الكتب التي ألفت في موضوع المقال أو موضوع الباب أو موضوع الفصل، هنلاقي إن ابن النديم تقريبا غطى معظم فنون العلم والأدب أو معظم فنون أو علوم المعرفة البشرية. ده كان ببساطة اللي هو الحديث عن كتاب ابن النديم. الكتاب الثاني وهو كتاب كشف الظنون. كتاب كشف الظنون معذرة الكتاب الثاني او المثال الثاني للببلوغرافيات العامة اللي تركها لنا علماءنا العرب والمسلمين، هنلاقيه ان هو هنقول او هنتكلم عن كتاب كشف او كتاب انا اسف مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، وده اللي ألفه عالم كان اسمه طاش كبرى زادة. طاش كبرى زادة برضو تناول فيه أسماء الكتب في مختلف موضوعات العلوم البشرية. هلأ إن طاش كبرى زادة قسم الكتاب بتاعه لأطراف ودوحات وشعب وفروع. الدوحة يعني تفريع. فهلأيه إن هو قسم الكتاب بتاعه الأول لأربع مقدمات. جف الكتاب بتاعه أو قسمه الأول، بدأ كتابه بأربع مقدمات. المقدمة الأولى تكلم فيها عن بيان فضل العلم والعلوم والتعليم. المقدمة الثانية
اتكلم فيها عن شرائط العلم، يعني ايه شروط العلم. المقدمة الثالثة تكلم فيها عن وظائف المعلم. المقدمة الرابعة تكلم فيها عن طريق النظر وطريق التعسفية. يعني تاني هنلاقي ان طاش كبرى زادة، معذرة للصوت، هنلاقي ان طاش كبرى زادة في كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة، حصر اسماء الكتب واسماء المؤلفين في معظم فروع المعرفة البشرية. بدأ الكتاب بتاعه بأربع مقدمات، مقدمة اتكلم فيها عن أهمية العلم والتعليم، مقدمة اتكلم فيها عن شروط العلم، مقدمة اتكلم فيها عن وظائف المعلم، مقدمة اتكلم فيها عن النظر والتعسفية. بعد كده هنلاقيه ان هو قسم، بعد الاربع مقدمات قسم الكتاب بتاعه لفرعين رئيسيين او كما سماهم بطرفين رئيسيين. الطرف الاول وكان بيشتمل على 6 فروع اللي هو كان بيسميها الفرع اللي هو زي الدوح، اللي هو الدوحة اللي هي الفرع يعني، كان بالطرف الاول كان بيضم 6 فروع او 6 دوحات. الطرف الثاني وكان بيحتوي على دوحة واحدة بس. يبقى لو جينا قلنا كتاب ابن النديء، كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زادة، هذا الكتاب كان فيه كم مقدمة؟ 4 مقدمات، كل مقدمة خاصة بحاجة. طب الكتاب ده كان مقسم لكم قسم، اللي هو كم طرف رئيسي لطرفين، كل طرف ضم كم دوحة او ضم كم تفريع. هنلاقي ان الطرف الاول او الطرف الاول ضم 6 دوحات او 6 فروع، الطرف الثاني ضم فرع واحد او دوحة واحدة. يعني لو جينا قلنا كتاب مصباح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زادة ضم كم دوحة، هنقول كم دوحة، ها 7 دوحات، 6 في الطرف الاول وواحدة في الطرف الثاني، يعني في 6 دوحات. طبعا بالنسبة لاول 6 دوحات، الدوحة الاولى كانت في العلوم الخطية، وهذه الدوحة قسمت الى شعبتان. الدوحة الثانية كانت في الالفاظ، وهذه الدوحة قسمت الى 3 شعب. الدوحة الثالثة كانت في علوم المعقولات وما شابه ذلك، ودي قسمت الى شعبتان. الدوحة الرابعة كانت في الاعيان، ودي قسمت الى 10 شعب. الدوحة الخامسة كانت في الحكمة، ودي قسمت الى 4 شعب. الدوحة السادسة كانت في علوم الشرع او العلوم الشرعية، ودي قسمت لي 8 شعب. الدوحة السابعة كانت في علوم الباطن، ودي قسمت ل4 شعب. يبقى لو جينا قلنا الكتاب كان كم مقدمة؟ 4 مقدمات. طب وكان كم طرف او كم قسم رئيسي؟ طرفان رئيسيين او قسمان رئيسيين. كل الطرف الاول ضم 6 دوحات، والطرف الثاني ضم دوحة واحد. يبقى كم دوحة في الكتاب؟ هنلاقي 7 دوحات. طب وكل دوحة تم تقسيمها الى عدد من الشعب. فهنلاقي الدوحة الاولى شعبتين، عدوا معايا، ادي 2. الدوحة التانية 3، ادي كده 5. الدوحة التالتة 2 يبقى 7. الدوحة الرابعة 10 يبقى كده 17. الدوحة الخامسة 4 يبقى كده كام؟ عدوا، 17 و4 يبقى 21. الدوحة الستة 8 يبقى 29. الدوحة السبعة 4 يبقى 31. الدوحة 31 يبقى لو قلنا في كم دوحة؟ في 31، أنا آسف، في كم شعبة؟ 31 شعبة. يبقى لو جينا تاني هنلاقي إن كشف الظنون أو مصباح السعادة، أنا آسف، مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كذا لطاش كبرى، هنلاقي إن هذا الكتاب ضم أسماء المؤلفين وأسماء الكتب في كل فروع العلم والمعرفة البشرية أو معظمها عشان يجوز لنا صدق التعبير. هنلاقي إن هو قسمه لإيه؟ قسمه إلى 4 مقدمات، ثم إلى قسمين رئيسيين أو طرفين رئيسيين. الطرف الأول ضم 6 دوحات، الطرف الثاني ضم دوحة واحدة. كل دوحة من هذه الدوحات السبعة تم تقسيمها إلى شعب. الدوحة الأولى قسمت مش عارف لكم شعبة، التاني لكم شعبة، التالت لكم شعبة. هنلاقي إن في الآخر خالص الكتاب ضم حوالي 30 شعبة. يبقى ضم 4 مقدمات، طرفين أو قسمين رئيسيين، كل قسم، قسم الأول أو الطرف الأول 6 دوحات، الطرف الثاني دوحة واحدة، كل دوحة قسمت إلى عدد من الشعب. هنلاقي إن في الآخر خالص عدد الشعب حوالي 30. يبقى 4 مقدمات، طرفين، و7 دوحات، و30 شعبة. ده كله يدل على حاجة مهمة جدا، يدل على إن علماءنا العرب والمسلمين دول برعوا في أساليب وتكنيكات وطرق التنظيم والترتيب.
تمام، وده واضح من ان هم مقسمين الشغل بتاعهم او الماده العلميه بتاعتهم جوه اعمالهم اللي عملوها بطرق معينه. قال لك زي بتشبه طريقه التفريعه الشجره كده، اللي هو الجذع بتاع الشجره والفروع، وكل فرع مقسم الى اوراق. نفس القصه بالظبط، اربع مقدمات، طرفين او قسمين رئيسيين، كل قسم او كل طرف ضم عدد معين من الدوحات، كل دوحه قسمت الى عدد معين من الشعب. يمكن القول بان كتاب مفتاح السعاده ومصباح السياده يعتبر هو بيبلوجرافيا، يعني مرجع بيبلوجرافي عام، لان هو في الاخر هو عباره عن قائمه بالانتاج الفكري اللي اتالف في موضوعات فروع المعرفه البشريه كلها، ولكن يمكن اعتباره بمثابه موسوعه شامله لمعظم موضوعات العلوم او للعلوم اللي هي اتعرفت في عصر او في عهد طاش كبرى زاده، حيث قام بحصر العلوم ثم ذكر تفاصيل كل علم من هذه العلوم. كما يعتبر هذا الكتاب من اهم المراجع البيبلوغرافيه، المراجع البيبلوغرافيه الهين هنقول العامه، لان ذكر معلومات عن الكتب في كل فروع المعرفه او في معظم الفروع والعلوم والفنون، يبقى هو بيبلوغرافيا عامه، يبقى هو بيعد بيبلوغرافيا عامه، ويمكن اعتباره ايضا موسوعه شامله. تمام، فلانه بيعد من برضه بيبلوغرافيا عامه، في لانه ذكر اهم المؤلفات اللي هي كانت متعلقه بكل علم من العلوم اللي كانت موجوده في عصر طاش كبرى زاده. وهو من ناحيه يعتبر بيبلوغرافيا عامه اهو. يبقى هذا الكتاب لو جينا قلنا كشف الظنون هو بيبلوغرافيا عامه. ليه بيبلوغرافيا عامه؟ ببساطه شديده جدا، علشان حصر ذكر في المؤلفات اللي اتالفت في كل في في في, في اكتر من علم، مش علم واحد بس، فبقى بيبلوغرافيا عامه. تمام. الكتاب الثاني وهو كتاب كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، وده ألفه واحد اسمه حاجي خليفة. هذا الكتاب طبعا ألف في القرن الحداشر الهجري، وبيعتبر كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة برضو من أهم أو من أكبر البيبلوغرافيات العامة اللي ألفها علماءنا العرب والمسلمين. فهنلاقي أن الكتاب ده ضم 14500 كتاب، يا نهار ابيض، يعني القايمه البيبلوغرافيه ده ايه، اتكلم فيها حاجه خليفه عن 14500 كتاب، ذكر عناوين وبيانات ومعلومات متعلقه عن 14500 كتاب. يبقى انهي اكثر ضخامه، هل هو ولا الفهرست؟ ها نفكر، ها شوفوا، احنا قلنا في الفهرست كان عدد الكتب اللي ذكرها كام، وده عدد الكتب اللي ذكرها كام. حاجة خليفة قعد عشان يطلع الكتاب بتاعه ده او البيبلوغرافيا بتاعته ده، قعد حوالي 20 سنة يألف فيها، كام 20 سنة. ولما جه يعمله كان استفاد بكتاب ابن النديم، يعني ما اهملش كتاب الفهرست بتاع ابن النديم، لا تشافه وبص عليه، وبرضه كتاب الخوارزمي وما شابه ذلك. وهلاقي ان الكتاب ده كما قال حاجة خليفة ان هو تم ترتيبه أو قسمه إلى مقدمة وأبواب وخاتمة، مقدمة وأبواب وخاتمة. وهنلاقيه إن هو بدأ في المقدمة بتاعته واتكلم عن أصول العلوم وتعريف العلم وأهمية العلم وماهية العلم وما شابه ذلك. شكرا، وألتقي بكم في الجزء الأخير من محاضرتنا النهارده.